ارجع معاك الاسبوعين ثلاثه اللي فاتوا، كان هناك هجوم اعلامي على النادي الاهلي وعلى اسم النادي الاهلي. هذا الهجوم قابلناه الحقيقه في قناه النادي الاهلي بشكل الحمد لله، اعتقد ان الكل جمهور النادي الاهلي او معظم جمهور النادي الاهلي راضي عن ما حدث خلال الفتره اللي فاتت في قناه النادي الاهلي. ولكن ايه رايك انت في الهجوم اللي بيحصل الاعلامي اللي بيحصل على النادي الاهلي خلال الاسبوعين اللي فاتوا؟ هو تراجع اليومين ثلاثه اللي فاتوا تحديدا، تراجع بشكل كبير. ونجم واحد زي عصام الحضري مثلا، كابتن عصام الحضري، على ان هو قال لك انا ندمت ان انا مشيت من النادي الاهلي. نفس الكلام بالنسبه للكابتن حسام حسن، قال لك انا ندمت ان انا لو رجع بيا الزمن هبقى مش هسيب النادي الاهلي. وبالتالي اعتقد ان ده بيدي رسائل لكل الجمهور او للشباب الصغير اللي بيحب النادي الاهلي. بص يا كابتن، النادي الاهلي كبير، والكبير دايما بتلاقي الناس ما بتسيبوش في حاله، والنادي الاهلي دايما متعود على المواقف اللي زي دي. انت النهارده في حدث وباء في العالم كله، فالناس كلها فاضيه، كله فاضي عايز يمسك في حاجه، فعشان يمسك مين ويترقع ويعلى؟ هيمسك في النادي الاهلي. شو تايم بس. شو، فبالتالي النادي الاهلي. وكمان زود بقى على ده بلس ده، ان انت عندك كان في احداث زي مثلا تجديد للرباعي بتاع النادي الاهلي. طب النادي الاهلي هيعمل ايه في موضوع عاشور؟ طب احمد فتحي رايح ولا جاي؟ كان في حدث فالناس ابتدت تتكلم فيه. ولكن النادي الاهلي ما بيبصش للحاجات دي كلها. النادي الاهلي زي ما قلت يا كابتن اسلام في الاول، بيقعد مجلس اداره، ناس الجهاز الفني، كابتن سيد عبد الحفيظ، بنقعد بيحطوا بلان، بيحطوا سيستم، بيشوفوا الـ 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 الاحداث دي هنحلها ازاي من خلال اجتماع محدش يعرف عنه اي حاجه. وفي الاول وفي الاخر النادي الاهلي هو عارف كويس قوي بياخد قرارات ازاي، والنادي الاهلي دايما بيقف جنب اي حد لبس تيشيرت النادي الاهلي. وزي ما حضرتك قلت ان الكباتن الكبار اللي لهم تاريخ، اكيد اي حد عمل تاريخ عمل للنادي الاهلي، فالنادي الاهلي ليه فضل على اي حد. فطبيعي انا نفسي لما انا مشيت من النادي الاهلي رحت كذا نادي لعبت، كانت امنيه حياتي ان انا ارجع النادي الاهلي، والحمد لله ده اللي حصل، ان انا رجعت الحمد لله بقيت مسؤول في النادي وماسك في النادي الاهلي، يعني ماسك بوزيشن في النادي الاهلي. فطبيعي ان انا النهارده النادي الاهلي نادي كبير، فاي حد هيتمنى ان هو يلعب في النادي الاهلي او يتمنى لو هو مش يرجع النادي الاهلي تاني، فطبيعي هو النادي الاهلي هو اللي باقي. يعني كل الناس بتمشي والناس بتختلف والناس واقف، لكن في النادي الاهلي في الاخر هو اللي باقي. تلاقي اي نجم كبير او اي اسطوره او اي حد مثل النادي الاهلي يقول لك انا يا ريت ما كنت عملت. تمام، فطبيعي ان النادي الاهلي هيبقى عشان هو كبير اكيد هيبقى عليه ضغوطات، اكيد هيبقى الناس بتحارب، لكن في الاول وفي الاخر الناس اللي بتحارب دي لها غرض معين، وفي الاول وفي الاخر النادي الاهلي هو اللي هيفضل اسم النادي الاهلي، هيفضل هو الكبير. امير،